لكل جديد وحصري في عالم الزفات، الآن على عروس النور. لطلب الزفة بدون حقوق يرجى الاتصال على الرقم 0533-88-233. لكل جديد وحصري في عالم الزفات، الآن على عروس النور. لطلب الزفة بدون حقوق يرجى الاتصال على الرقم عادي إذا نور القمر ما بان والشمس غابت ولا بانت لحد الآن. يا ليل مالك ومال الشمس والقمر، يكفيك طلعت ابتسم لتبهر الأعين. يا ليل عادي إذا نور القمر ما بان والشمس غابت ولا بانت لحد الآن. يا ليل مالك ومال الشمس والقمر، يكفيك طلت ابتسم لتبهر الآيات. ظلت ابتسام وكأنها ظلت صباح النور، والبدر لو غاب لا مخطي ولا مشكور. لا يمكن يكون في ليلة ابتسام بدر معذور لو ما حضر بدر السما معذور. يا ليل عادي إذا نور القمر ما بان والشمس غابت ولا بانت لحد الآن. يا ليل مالك الشمس ابتسام لتبهر الأعيان. الشمس غابت ولا بانت لحد الآن. يا ليل مالك ومال الشمس والقمر، يكفيك طلعت قمر لتبهر الأعياد. الله على حسنها الله على قدها الفارع وخطواتها، ثلاثة أرباع ترفع ترفع ودلوعها، واللي بقى منها يروي عذوبتها. الله على حسنها الراقي ورقتها.
لها ثلاثة أرباع ترفه ترفه ودلوعة، واللي بقى منها يروي عذوبتها. نحكي عن الثغر أو غمزة البسمة، ولا عن الخد يلي تجرح نسمة، من رأسها للقدم كل الحلا ضافي، لوحة على الأرض تمشي ما هي برسمة. يا ليل عادي الشمس والقمر، يكفيك ظلمات قمر ابتسام الآية الآية. لا شك كل الحلا باين وله معنى، واللي حظى به سخي الطبع والمعنى، هذا رمز الوفا طيبه يماريبه، واحساس قلبه بكل الحب يجمعنا. لا شك كل الحلا باين وله معنى، واللي حظى به سخي الطبع والمعنى، هذا رمز الوفا طيبه يماريبه، واحساس قلبه بكل الحب يجمعنا. الله يهنيه بالحب ويهنيها، والفرح يغمر لياليه ولياليها، واحلامهم بالمودة دايم تغني من اول ايام فرحتهم لتاليها. Oh.
بدون حقوق يجب الاتصال على الرقم 0533 888 233.